ذلك، هل هي المكايدة، البعض بيسميها المكايدة المصرية الروسية لأمريكا المتعنتة ضد الموقف المصري؟ لا، هي مش مسألة مكايدة بقدر ما هي استقلال القرار المصري، استقلال، وأنا ببحث عن مصالحي. ما هو زي ما حضرتك في تقديم البرنامج قلت أنه الولايات المتحدة الأمريكية رغم الشراكة والعلاقات القوية معها عاجزة عن تفهم حقيقة ما جرى في مصر منذ 30 يونيو. والقاصي والداني يعلم ماذا حدث خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكيف أنه أصدر إعلان دستوري احتفظ فيه بحق إخراج قراراته من الرقابة الدستورية أو الرقابة القانونية، ودي مسألة الأمريكان يعلموا تماما أكثر من غيرهم. إن هنا بقى بنتحدث عن ديكتاتور بكل ما تعنيه الكلمة، فيعني ليس مقبولا أن تنتظر إلى أن سواء الكونجرس أو الإدارة أو البنتاغون أو أي مكان يبتدوا يدركوا أنه هذا الصديق المصري ماشي وبيعمل لمصلحة شعبه إلى آخره.